السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الـ Information and Communication Technology أو الـ ICT Primary 5 أو الصف الخامس الابتدائي Term 1 الترم الأول. والنهاردة هنشرح مع بعض Lesson 5 في المحور الأول Internet Connection Problems and Solutions أو مشاكل الاتصال بالإنترنت وحلولها. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول ذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا في الإنترنت Connection Problems and Solutions أو في مشاكل الاتصال بالإنترنت وحلولها، بنتكلم عن أول حاجة إيه هي المشاكل اللي ممكن تواجهك في الاتصال بالانترنت وحلولها، وازاي تحدد المشكلة دي حصلت بسبب ايه، وازاي ممكن تحل المشكلة دي كمان. وبيقول لك في الاخر الكومن بروبلمز او المشاكل الشائعة وانت بتحاول تتصل بالانترنت وازاي ممكن تحلها كمان. فهنا بيحكي لنا قصة صغننة كده، وبيكلمنا عن فريد هابرت العالم اللي احنا اتكلمنا عنه في ليسون 1. وبيقول لنا هنا فريد هابرت uses Word, Excel and PowerPoint. Fred Hebert بيستخدم برنامج الوورد والإكسل والPowerPoint to make presentations علشان يعمل عروض تقديمية للمعلومات بتاعته about his discoveries الخاصة باكتشافاته as well as email and video conferencing، وكمان بيبعت ايميلز وبيستخدم وبيعمل محادثات فيديو to share them ليشارك النتائج بتاعته دي with colleagues مع زمايله. While using these programs وهو بقى بيستخدم البرامج دي he can face many problems، هو ممكن يواجه مشاكل كتير related to the device، متصلة او ليها دعوة بالdevice بالجهاز اللي هو بيستخدمه he is using اللي هو بيستخدمه or its software او بالبرامج اللي هو بيستخدمها or to a weak or interrupted internet أو بسبب شبكة إنترنت ووصلت إنترنت ضعيفة أو متقطعة or to a weak or interrupted internet connection أو بسبب شبكة إنترنت ضعيفة أو متقطعة. طبعا بيقول لك هنا علشان نحدد بقى إزاي المشكلة دي حصلت علشان ما تحصلش تاني وإزاي بعد كده نقدر نحلها بمنتهى السهولة، فبيقول لك following a process نتبع الخطوات التالية follow these troubleshooting process. troubleshooting process يعني خطوات إيجاد المشكلة، إزاي خطوات إيجاد المشكلة وحلها to help with computer problems علشان تحللك علشان تساعدك في حل مشاكل الكمبيوتر. فيقول لك أول حاجة هنا identify the problem اللي هو حدد المشكلة، حدد إيه المشكلة اللي بتواجهك دلوقتي. What is the issue ما هي المشكلة. Is it a hardware هل هي دعوة ليها دعوة بالجهاز or software problem أو ليها دعوة بالبرامج اللي أنت بتستخدمها. Have you committed an error that causes the problem. committed an error يعني عملت خطأ، يعني انت ارتكبت خطأ هو اللي عمل المشكلة دي، يعني الجهاز كان شغال كويس مثلا وانت عملت حاجة معينة خلت المشكلة دي ظهرت. فرقم اتنين بيقولك think about and plan different ways you might solve the problem، فكر ازاي ممكن تحل المشكلة دي بطرق مختلفة. go through your potential solutions يعني ابتدي بقى جرب الحلول المقترحة بتاعتك to the problem علشان تحل المشكلة. try each one جرب كل واحد until you find a solution لحد ما تلاقي الحل or get to your final idea أو توصل للفكرة النهائية without solving it من غير ما تحلها. طبعا ده شكل من أشكال المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت بتحاول تتصل بالإنترنت. الجهاز يقول لك no internet connection او مفيش انترنت كونكشن او مفيش وصلة انترنت متصلة بالجهاز. في نمبر 4 بيقول لك which solution worked انهي حل هو اللي نجح. if you didn't solve the problem لو انت لسه محلتش المشكلة what did you learn while trying اتعلمت ايه وانت بتحاول.
How can what you learned help you the next time you try to solve the problem؟ ازاي المرة الجاية اللي انت تعلمته دلوقتي هيسهل لك ويساعدك ان انت تحل المشكلة؟ في number 5 يقول لك if you don't find a solution to the problem، لو انت لسه ما وصلتش لحل المشكلة، you should، ينبغي عليك، ask your teacher، ان انت تسأل المعلم بتاعك، or a member of your family for help، او فرد من افراد اسرتك، بابا وماما مثلا، علشان يساعدوك. طبعا دي اول حاجة، ازاي نقدر نعرف المشكلة دي حصلت بناء على ايه علشان ما تحصلش مرة تانية. تاني حاجة بيقول لك هنا بقى common computer problems and possible solutions. common يعني شائع، computer problems المشاكل الكمبيوتر، and possible solutions والحلول الممكنة، المشاكل اللي ممكن تواجهك بقى وانت بتستخدم الكمبيوتر والحلول الممكنة ليها. فبيقول لك هنا اول حاجة البروبلم رقم واحد، بيقول لك computer slow down when opening an app، الكمبيوتر بطيء جدا لما بتيجي تفتح اي تطبيق. جيت فتحت الكمبيوتر لقيته بيحمل ببطء شديد، وبعدين بيبتدي يفتح التطبيقات ببطء شديد، وهو بطيء بصفة عامة. دي مشكلة ممكن تواجهك وانت بتستخدم الكمبيوتر، ودي common problem، مشكلة شائعة بتواجه بعض الناس. طبعا هنا الـ possible solutions او الحلول الممكنة، shut down and restart، اقفل الكمبيوتر واعمل له restart او اعادة تشغيل مرة تانية. check for software updates، اتأكد ان software او التطبيقات اللي موجودة على الكمبيوتر معمول لها updates، متحدثة، وهي متحدثة بشكل سليم، لان هي لو السوفتويرز قديمة او مش متحدثة بتعمل المشكلة بتاع slow down دي. هي كمان delete unwanted apps، وطبعا زي ما عرفنا قبل كده ان لو انت عندك تطبيقات وابليكيشنز كتيرة قوي على الكمبيوتر او على الموبايل حتى وانت مش محتاجها كلها، فالتطبيقات دي بتعمل slowing down او بتبطئ الجهاز اللي انت بتستخدمه. فلو انت بتواجه مشكلة في خاصة بالتحميل او فتح التطبيقات والجهاز بتاعك بطيء، حاول تعمل delete او تمسح unwanted apps او التطبيقات اللي ملهاش لازمة اللي انت ما بتستخدمهاش. طبعا دي البروبلم نمبر 1. البروبلم نمبر 2 او المشكلة التانية اللي ممكن تواجهك براوزر running slow، المتصفح بتاع الانترنت running slow يعني بيفتح ببطء شديد، بيحمل كل صفحة ببطء شديد، هو شغال بس بطيء جدا. الصفحة او الموقع اللي بياخد منك مثلا 5 ثواني علشان يفتح ممكن ياخد اكتر من دقيقة او 2 او اكتر، لان البراوزر او المتصفح running slow او بطيء جدا. possible solutions او الحلول الممكنة للمشكلة دي بيقول لك check Wi-Fi signal، check Wi-Fi signal، اتأكد ان الWi-Fi متوصلة والسيجنال بتاعتها قوية او الاشارة بتاعتها قوية متوصلة بالجهاز كويس. make sure اتأكد to update the apps on your device، واتأكد كمان ان التطبيقات عندك في الجهاز كلها متحدثة بشكل سليم. problem number 3 او المشكلة رقم 3 بيقول لك no internet connection، مفيش انترنت اصلا بقى، مفيش انترنت اكسس، no internet connection. طبعا المشكلة دي الـ possible solutions او الحلول الممكنة ليها use the software to troubleshoot your Wi-Fi connection، حاول تستخدم التطبيقات علشان تشوف الWi-Fi مش متوصلة بالجهاز ليه. check that the router is connected، كمان اتأكد ان الراوتر نفسه اللي عندك في البيت ان هو متوصل كويس بالخط الارضي، ومتوصل فيه كهربا كمان وصلاله، لان لو الراوتر مش شغال انت هتجيب انترنت منين. restart your router، لو الراوتر شغال وفي انترنت بس هو مش عارف يبعت انترنت للجهاز بتاعك، اعمل له restart، اقفله وشغله مرة تانية. try a new ethernet cable، حاول لو انت موصل الكمبيوتر بتاعك بالكابل بتاع الايثرنت اللي احنا خدناه في الدروس اللي فاتت، حاول تشوف كابل تاني لان ممكن الكابل يطلع مقطوع ولا في مشكلة. contact the customer service of your ISP for help، طبعا لو عملت كل الخطوات دي ولسه الانترنت مش شغال، طبعا هتضطر ان انت تتصل بخدمة العملاء الـ customer service of your internet service provider او ISP اللي هو شبكة الانترنت اللي انت متعاقد معاها for help علشان يساعدوك، كلهم يا جماعة الانترنت مش شغال عندي،
المشكلة دي حلها ايه، فهم هيشوفوا المشكلة دي وهيساعدوك في حل. طبعا البروبلم نمبر 4 او المشكلة رقم 4 بيقول لك slow to download، او ان انت بتحمل مثلا ملف او حاجة معينة وهي بطيء جدا التحميل ده على الجهاز بتاعك. فبيقول لك possible solutions او الحلول الممكنة: restart computer and router، اقفل الجهاز الكمبيوتر والراوتر واعمل لهم اعادة تشغيل. check internet speed، اتأكد ان الانترنت بتاعتك سرعتها كويسة. وطبعا انت ممكن تكتب على البراوزر او المتصفح بتاعك internet speed او سرعة الانترنت، وهتلاقي مواقع كتير قوي بتقيس لك سرعة الانترنت عندك على الجهاز، داونلود وابلود، وبتقول لك السرعة دي كويسة ولا وحشة على طول. فاول حاجة بتعمل ريستارت الكمبيوتر والراوتر، وبعدين بتتشيك الانترنت سبيد. طبعا دي كانت الكومن كمبيوتر بروبلمز اند بوسيبل سولوشنز، او المشاكل الشائعة الخاصة بالكمبيوتر والحلول الممكنة بتاعتها. بكده نكون انهينا شرح ليسون 5 وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.